إذن الساعة تدق الآن 9 صباحا بتوقيت القاهرة، وده موعد موجز الأخبار بصحبة زميلتي لمي حمدي. لمي، شكرا مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى الجزائر الشقيقة للمشاركة في القمة العربية 31، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة، واستمرارا لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة. وأضاف المتحدث أن قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لا سيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية. كما سيتضمن برنامج الرئيس السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذلك تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. تنطلق بالجزائر اليوم القمة العربية 31، والتي تستمر لمدة يومين. وعشية انطلاق القمة عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا مغلقا لمناقشة وثيقة إعلان الجزائر قبل رفعها إلى القادة. ويتضمن مشروع إعلان الجزائر كافة القضايا والمسائل التي تم طرحها خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة، فضلا عن التوافقات التي تمت حول مجمل القضايا سواء في الشق السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وكذلك الملفات المطروحة والتي تم مناقشتها واتخاذ بشأنها مشاريع قرارات. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لم تنسحب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر مواني البحر الأسود، لكنها تعلق مشاركتها فيه. ودعا بوتين أوكرانيا إلى ضمان سلامة السفن التي تعبر ممر تصدير الحبوب، متهما كييف بأنها تشكل تهديدا بعد هجوم استهدف الأسطول الروسي في القرم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يأمل في تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، حيث تقدم بتصريح بوتين جاءت بعد استقبال نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لإجراء محادثات قمة ثلاثية في سوتشي بعد مواجهات مسلحة بين البلدين أوقعت 286 قتيلا. وأكد بوتين في خلال القمة الثلاثية أن الاجتماع أوجد مناخا ملائما لاتفاقات مستقبلية محتملة وتسوية نهائية وشاملة لإنهاء الصراع في ناغورنو كاراباخ. حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار سريع لوباء الكوليرا في لبنان، وقالت المنظمة في بيان لها إن الوضع في لبنان هش، وهناك أزمات يتضاعف أثرها بسبب التدهور السياسي والاقتصادي المستمر منذ مدة طويلة. وأكدت المنظمة أنها تبذل جهودا إضافية لتوفير مزيد من الجرعات نظرا للانتشار السريع للوباء. نهاية موجز 9، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.